دفعت الآية مهر كام؟ قلت لها خاتم ماس ثمنه بتاع 50,000 جنيه ولا حاجة. اللي انت هتشوفوه ده مقلب التصنع في اكرامي واسراء. اول حاجة المقلب ده ما كانش مترتب له وكنا مفروض نعمل مقدمة بس للأسف ما عرفناش عشان خاطر اكرامي واسراء ما سابوناش لحظة. ايه بعتت لي على الواتس وقالت لي هم قاعدين تعالى نعمل فيهم واحنا بنرد على الاسئلة بتاعتهم نعمل فيهم مقلب التصنع وهنشوف رد فعلهم ايه. وده اللي احنا هنشوفه النهاردة. اي حاجة هتشوفوها مش حقيقية اي طريقة نتكلم بيها مش حقيقية ده مقلب فيهم وبس. يلا بينا نبدأ الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وحشتونا جدا جدا جدا. احب اشكر اكرامي واسراء وآية على المقلب اللي رزعهون امبارح واقول لهم ميرسي بجد بس اقول لكم الدنيا دوارة. بما ان النهاردة عند قناة النمر فكرونا نعمل اسئلة محرجة جدا. رد يقرا. يقول لي اقرا. رد عليه يقول له مش اقرا. مش اقرا. انت فين اقرا؟ هي اللي عملت فيك كده. في نظرها بشعر عادي. هي اللي عملت فيك كده لما دخلت معانا عليك. تبقى بجد مش فين اقرا؟ ايه ده؟ ايه؟ انت في نظرة ام جروز يا بيبي. النهارده اكرامي واسراء هيسالونا اسئله محرجه بس قدام الناس انت وايه هتجاوبوا بمنتهى الصراحه. ماشي من غير لف ودوران. ماشي قول والله من غير لف ودوران. من غير لف ودوران. اسراء هتسال ايه واكرام هيسالني. تمام. اسراء هي اللي تسال ايه الاول. ايه عمرك اتخانقت انت والنمر؟ احنا بنتخانق؟ لا لا خالص احنا بنحب بعض قوي. صح يا نمولي؟ انا بحبك قوي قوي خالص. عمرنا ما اتخانقنا يعني ولا مره اتخانقتوا؟ اتخانق ازاي ده احنا بنحب بعض. يعني اوكي ده عمره ما اتخانق. لا ما فيش خناقه يعني الحمد لله. ماشي نمر. دفعت الايه مهر كام؟ قلت اديها فلوس. قلت لا طبعا ما انا مش فلوس فلوس هتصرف. جبت لها خاتم ماس ثمنه 50,000 جنيه ولا حاجه. روح قلبي ربنا يخليك ليا. ادي مين؟ ماس. جبت لها خاتم ماس. خاتم فوق تحبوا اجيبه؟ لا مش لازم تجيبيه والله. لا بس بس انا عايز اسمع الكلام اللي انتوا بتقولوه. اشمعنى؟ اول مره نعرف. احنا ما بنحبش يعني نحكي الهديه الفخمه اللي بتجيبها. لا بس خالص. بس معلش بس انا والله ما ركزتش. يعني انت جبت لها خاتم مس؟ قرايبي ثلاث ارباعهم اصلا تجار الماس. قرايب مين؟ قرايب انا. تجار الماس كلهم؟ معظمهم الماس بيتاجروا في الماس وده. انت تعرف مين بيصرف على ابوك ولا عمامك ولا مين؟ استنى انت كدفه اشخ يا اسطى. ليه والله كانت اسئله محرجه وانت هتجاوب عليها صح. ايوه انت اسطى في الشرف فشخ. كمان طب احنا الكاميرا يعني كده بالكاميرا يعني نعمل كده نشوف مش قلت الحقيقه ازاي قدام الكاميرا اصل مش حوار يعني خلاص اللي انتوا عايزينه على اساس تعرفوا ايه. انتوا قلتوا حقيقه. ما هنقول يا اكرامي مفيش مهر ما لازم نقول حاجه يعني. لا يا بنتي مش فاهمين والله انا ما قصدتش حاجه بحكوا لازم. بس انا ايه الكلام انت بتستبعد يا اكرامي. بس انا اتفاجئت انت بتكذب بتقول الكلام ده غير انا عارفه. ما تكذبوش يعني بس الصراحه انت ده كان غير السؤال يا كرم غير السؤال بس ما تحرجنيش يا اكرامي يعني. يا والله ما بس احراج. شغل الكاميرا يلا يا اسامه. انا شغل الكاميرا استنى. ايه اكتر اكله عملتيها والنمر حبها منك؟ بصي يا اسراء انا بخاف قوي على ضوافري. بحاول طول الوقت اجيب اكلات تكاوي وكده عشان يعني بحاول احافظ قدر الامكان على مظهر ضوافري. وانت عارفه ان انا يعني واجهه فما ينفعش الواجهه تبقى يعني لا اصلا مش مهم اللي هي تطبخ اهم حتى لو هي اللي طالبه اكنها هي اللي عملت الاكل. يعني هي ازاي هي مش بتعمل لك اكل؟ مش مهم تعملي اكل اهم حاجه بس ضوافرها بس. اصل يعني بتصرف عليها كتير جدا يعني لا عشان تحافظ على ايديها وبشرتها. سؤالي انا عايزه افهم شبعين. انا مش فاهمه انت بتعملي بتقولي عشان انت لسه يعني احنا مظهرنا يعني مش فاهماك والله انتوا بتتكلموا هنا بتسمع جامد والله ما بهرج. انت اوفر فين وانت ايه انا مش طبيعتك انا مش حق. انت هو كده. الفكره اسراء ان احنا انت فاهمه احنا واجهه دلوقتي فاحنا الاربعه أيوة. لازم نحافظ على اسئلتنا. احنا الاربعه بنعمل فيديو اسئله للناس. الناس هتشوفنا لازم تكون بطبيعتها. انت مش كده اصلا معايا في الطبيعي. ماشي ما انا لسه غاسله المواعين قدامك يعني عدي الدنيا يا حبيبتي عدي الدنيا. اكتر موقف حصل لك محرج في ميكروباص؟ ايه اكتر موقف حصل لك في ميكروباص؟ موقف محرج حصل معاك وانت بتركب مواصلات؟ لا هو ممكن هو يكون انت بتركب ميكروباص؟ لا طبعا ما بركبش ميكروباصات بس ممكن يكون القصد على الباص مثلا الجامعه لما كنا مثلا بنطلع رحل او كده. الميكروباص اللي هو مواصلات كده. ايوه ميكروباص. انا اركب ميكروباص
انت بجد من امتى اصلا بركب ميكروباص؟ لا هو ممكن يكون يعني وانا سايق العربيه عملت مشكله مع سواق الميكروباص. انا بتكلم زمان مش كده دلوقتي. زمان ايه؟ ما هو كده اصلا حتى زمان كان بابا بيخلي معايا السواق هو اللي بيبقى سايق والكلام ده كله لحد ما طلعت الرخصه. يعني مش واقف، اللي واقف. هو في اكرامي. هو ايه لازم اقول لك انا بتشعبط على الميكروباصات يعني؟ يا عم لا والله. ايوه قول الصراحه. ايوه ايه المشكله هنا؟ يا عم اسمعني بس. اسمعني. ايه الاحراج ده؟ مش قصه احراج. ما طبيعي هو في حد يفصل مش ما يجيبش ميكروباص. ايوه ايه المشكله؟ لحد دلوقتي بتشعبط بس ايه المشكله؟ مش اجي اقول للناس انا بتشعبط وساعات بقعد على رجلي عشان ما ادفعش. انا والله انا عملت الفيديو ده وانا اللي كنت اوفر بالشكل ده قدامك. عشان ابين لك الدنيا عدلك عدلك عشان منظرك عدوا انتوا عمالين تقولوا كلام شكلكم انا خلاص براحتك الناس هي هتشتمك يعني يعني عمر فيهم كرباص هو انت يا بنتي مش قصه تسيبه خلاص سيبه براحته الفيديو انا ما عنديش مشكله هو انتوا حاسين ان انا يا جماعه سايب في الموضوع خلاص يا اكرم معلش يلا كمل معلش خلاص يا اكرم قاعد عدي خلاص يلا كمل ما انا قاعد بتفرج على فيديو يوتيوب والناس تقول لي ايه عمر جبت كرباص لا بصراحه انا عمر ما جبت وسايب خدني ده اللي هو ازاي هو انا مش عارفه انت معلش مش متربي عارف 18 عبايه بس انا اكيد مش هطلع اقول الناس متربيه في منطقه شعبيه يعني ولا اقول ولا اقول لا طبعا لا لا الناس بتحب الطبيعه طبيعه ايه طب ممكن بس عشان انا زهقت ايه اكتر ميك اب حطيتيه وندمت عليه لا عمري ما حطيت ميك اب وندمت عليه لاني دايما بجيب الهاي اند براند يعني البراندات الغاليه قوي اللي ما فيهاش غلطات فازاي ازاي هيحصل غلطه في الميك اب ما بيحصلش مثلا الحاجه الميك اب ده صنع في المانيا بنطلب حاجه من المانيا الميك اب ده البرفان ده مصنوع في فرنسا بنجيب بنكلم حد في فرنسا يجيب لنا البرفان من هناك اه حلو تمام ماشي والله قسم بالله مش بره بتكلم بجد خايف من ايه والله بجد انا بعرف فين مخنوق والله بكلم بجد مش بره يا عم بجيب البرفان من عطور يسرب مبسوط كده اهو اقول لك اكتر من كده ده يعني هو لازم اقول البلاوي بتاعتنا يعني خلاص. بجيب برفان تركيب باخد الازازه تخلص وبروح اقول له اعمل لي نفس دي تاني يا عم خلاص ماشي يلا بلاش تحرجني يا كرم مش محرج والله خلاص والله العظيم انا نفسي اسال معلش وانت صغير وبتلعب في الشارع عمر حد اداك علقه موت وانا بلعب فين؟ في الشارع اتخانقت اتضربت؟ وانا اصلا عمري ما لعبت في الشارع طول عمري بلعب في نادي بتاع كنت بستغرب قوي اصلا الناس اللي بشوفهم في الشارع بقول ايه ده ازاي اصلا ايه اللعبه اللي بتتلاقي في الشارع؟ الالعاب المسليه اللي ممكن اتجمع انا والناس نلعبها في الشارع بتلعب في نادي ايه؟ في نادي الاهلي نادي المعادي واليخت عندي كذا عضويه في كذا نادي طب فين الكرنات معلش كده اشوفهم بص ايه؟ الكرنات دي فين؟ كرنات ايه؟ بتاعت النوادي كنادي ايه كرام كنادي ايه يا اسطى جننيش برافو على قوي نمرة انت بتقول لي نادي معايا نادي اهلي ايه في ايه كرام يا ابني لا الموضوع اوفر والله والله انت برافو والله ما عايز اكمل كرام فيها والله الموضوع وحش يا جدعان كنت بلعب في الشارع شويه مع ناس صحابي خلاص مبسوط مش قصه كده يا صاحبي خلاص بقى كنت بلعب في الشارع ساعات كنت مثلا في ايام بنزل اقعد اسمعني بس انا عشان خايف عليك انت بقول ايه كرام انت هو ده طبيعتي طيب اخر مره استلفت فلوس كان امتى؟ استلفت فلوس لا 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 انا عندي يعني بفضل الحساب البنكي ما بيفضاش فبالتالي ما بحتاجش استلف ابدا لا بقى استنى استنى عشان بجد مش قادره هو انت لسه واخده مني فلوس عشان تحاسب الراجل وهي عماله لا ده كده ده مش حاطط في الفيديو اكيد يعني احنا كلنا واحد اكتر احنا بنتكلم دلوقتي بصراحه المفروض ان احنا بنجاوب بصراحه ولا مش هكمل بصراحه مش هكمل الفيديو مش عارفه انتوا بتتنكوا علينا ولا بتقفوري عشان خاطر مين ولا بصراحه انا مش بجد تعالى فيها كرام مش حاجه والله انا ايه حاسس انا حاسس ان انتوا عارف لو ايه تناكه بقى بتقللونا اللي هو انت الكلام بيتقال حاسس ان هو يعني مثلا انا مثلا لما انت سالتني اقول لك ابركب كرباص رايح فين يا اسراء اه انا بلعب في نادي لا لا انت اوفر وفيك وكل حاجه يعني طيب نقول واحد واحد كده كده واحد 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 ولا اقسم بالله مستفز انت وايه والله العظيم بلعب في النوادي دي وبلعب وانت وانت عمرك ما ضربت في شارع؟ عمرك ما لعبت في شارع؟ انا وانت انا وانت ايوه اتضربنا مع بعض. جبت لها ميكروباصات وجبت لها خاتم الماس. انا جبت لها هيرماس مش خاتم الماس. اعترفوا اني دخل عليكم مقلب التصنع استفز والله استفزتوني شعري وقف. فجاه اتنين ربي يتصنع ان هو شخص تاني خالص وما اعرفكش. احنا بنقعد عاملين فلوس على بعض في الشارع. فعلا كده واحد واحد. وبكده الحمد لله خدنا حقنا في يوم يعني في نفس اليوم خدنا حقنا. اها طبعا وقعت دي مرتين مش هنزل المهم الظلم ده احنا لسه اصلا هنبدا السؤال لقيت ايه بعت لي على الواتس بتقول لي ايه رايك تعالى نعمل في اكرام واسراء مقلب التصنع عشان حتى مش هيعرف نروح في اي حته عشان ما يفهموش اللي احنا اتفقنا قلت لها يلا بينا يلا باي باي وهي اوبو